أعلن اللواء دكتور راضي عبد المعطي رئيس جهاز حماية المستهلك أنه سيتم حصر الشركات الأكثر التزاما مع المواطنين وتقوم بتقديم منتجات جيدة للمستهلك، حيث يتم منحها شهادات من الجهاز تسمى صديق المستهلك. كما سيتم أيضا حصر الشركات غير الملتزمة في تقديم منتجات جيدة وتقوم بغش المستهلك لإعلان ذلك أمام الرأي العام بهدف توعية المواطنين بالشركات الملتزمة بتقديم منتجات جيدة. سيادة المستشار عفوا، هل تعتقد أن هذه الخطوة من جهاز حماية المستهلك كافية ربما لضبط جماح ارتفاع الأسعار؟ الحقيقة خطوة غريبة شوية، لأنه في شهر 4 اللي فات، في شهر أبريل اللي فات، صدر قانون جديد لحماية المستهلك، وهذا القانون أعطى جهاز حماية المستهلك الكثير من الصلاحيات من أجل ضبط الأسواق ومنع الغش، ومن أجل التعاون مع جهات أخرى في الدولة لإلزام بقوة القانون إلزام التجار وضبط الأسواق لمنع التحايل والنصب والغش إلى آخره، والأشكال اللي لازلنا بنشوفها حتى الآن سواء في سوق العقارات أو في السلع حتى العادية للمواطن. إنه يعتمدوا الآن على الرادع المعنوي، أنا لا أعتقد أبدا إن الرادع المعنوي يكفي التجار أو سوف يرضعهم عن ممارسة هذه الأمور لتحقيق كسب غير مستحق من بعض المستهلكين في بعض الجوانب. لا أعتقد أن ده هيكفي، وخصوصا أنه هيتعمل إزاي؟ يعني أنا الراجل اللي مش بيتعاون مع جهاز حماية المستهلك أحط له يافطة على الباب بتاعه وكل يوم أروح أشوفها غطاها ولا حطها ولا، يعني الرادع المعنوي كان، لو الرادع المعنوي كان يصلح كان رضعوا القيم الدينية والقيم المجتمعية، كان رضعوا ضميره قبل أي شيء آخر. أتمنى أن نفعل قوانين حماية المستهلك بقوة القانون مثل ما يحدث في كثير من دول العالم. قررت الشركة الشرقية للدخان خفض سعر عبوة صنف كيلو باترا كينج سايز بنحو 50 قرشا.